بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، دكاترة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مع بعض هناخد اللي فاضل من المحاضرة بتاعتنا. طبعا المحاضرة آخر 10 دقايق فيها كانت الدكتورة دخلت في حاجة اسمها الراديشن كاركترستكس، واتكلمت عنها بشكل غير منظم يعني، وكتبت فيها قالت فيها كذا معلومة. طبعا البيانات دي كلها هناخدها بالتفصيل في المحاضرة بتاعت الراديشن كاركترستكس اللي هتديها الدكتورة منى المليجي. فانا دلوقتي حاليا عشان خاطر ما بقاش بتقل عليك وبكثف عليك والكلام ده كله، لازم يكون عندنا نظره واحنا بنشتغل. فهو انا هنتظر محاضره بكره وهشوف في محاضره بكره ان شاء الله لما الدكتوره تبتدي تتكلم عن الراديشن كاركترستيك، تتكلم بقى عن الكواليتي وعن الانتنستي وعن الكوانتيتي والحاجات دي وتتكلم بالتفصيل، ساعتها هيكون الزيادات اللي الدكتوره ابتسام قالتها ليس لها موقع ولا محل من الاعراب، ما تخصنيش. ويبقى ساعتها هيبقى احنا واقفين عند السكاترينج اللي هو اخر حاجه بتاعت السكاترينج او الرياكشن بتاع الاكس راي او الانتر اكشن بتاع الاكس راي. عشان ما اضيعش عليك الوقت، ده فيديو صغنطوط خالص هشرح لك فيه التايبس اوف الاكس راي بروديوسد. في حاجه اسمها بيكينج اكس راي او البريمستر لونج اكس راي، في حاجه تانيه بنسميها كاركترستيك اكس راي. الاول انا مش هقرا الكلام ده، انا هخليك تتخيل الاول بنفسك، فركز بقى في حته جايه. اتفقنا؟ انا عندي الالكترون بيطلع من ايه؟ من الفتيله توورد التارجت، صح؟ طب تعالى بقى نزوم عليهم هنا كده. بعد ما نزوم هنبين هنا ايه؟ ادي الذرات بتاعتها ايه؟ ادي الذره اللي موجوده هنا في التارجت، وادي الذره اللي موجوده هنا فين؟ في الفتيله. كلام جميل؟ كلام جميل. ركز كده معايا هنا في المنطقه دي، لما نزوم شويه هتلاقي الالكترونات عندك بتتحرك اهي. واحد لما اجي اسخن الفتيله هتبدا الذره ايه؟ تتاكتف، فهتلاقي الالكترونات بدات إيه؟ تكتسب طاقه. فالالكترونات بتاعتك لما تبدا تكتسب طاقه، في الالكترونات تبدا ايه؟ هتبدا تسيب المدار بتاعها. شايف؟ شايف اللي هو بدا يتحرك ده؟ طب وهيسيب المدار بتاعه ويتحرك بسرعه كبيره جدا، شايفين السرعه؟ واول ما يعدي من جنب النيوكليوس بتاعت الذره التارجت بيخسر سرعته كلها، بيحصل له صادن، وركز على الكلمه بالله عليك، صادن لو ان السبيد. ليه بقى اللي بيحصل؟ ارجع تاني كده بسرعه، الراجل كان جاي بسرعه سريعه جدا، سرعه مهوله. الاول ما عدى من جنب الذره بدا يخسر طاقته نتيجه مقاومه الايه؟ النيوكليوس. فهو يا اما هو خبط في النيوكليوس فخسر طاقته، يا اما هو النيوكليوس نتيجه الالكتروستاتيك فورس بتاعتها وهي عماله تشده فخسر طاقته. فاللي حصل ان هو كان هاي سبيد الكترون، واول ما عدى من جنب النيوكليوس بس كده قامت جايه النيوكليوس او خبط في النيوكليوس، قامت جاي خسر اكتر من 70% من طاقته، فقام جاي مطلع اكتر من 70% من الاكس راي في اللحظه دي. فالاكس راي اللي نتجت هنا بقى الراديشن اللي حصل ده، اللي هو فرق الطاقه اللي حصل ده، نتيجه ان الالكترون كان ماشي بسرعه كبيره جدا، وانس ان هو عدى من جنب النيوكليوس، فالنيوكليوس يا اما خبط فيها او عدى من جنبها، فالنيوكليوس حاولت تمسكه، حاولت تجتذبه ليها عن طريق الكتروستاتيك فورس، لكن هو كان بيقاوم، فنتج عن كده ان هو خسر جزء كبير قوي من طاقته، طلع على هيئه راديشن. هو ده اللي بنسميه البريكنج راديشن او البريمستر لونج راديشن. كمان مره، كمان مره، ركز معايا هنا كده، تعال نزوم هنا، ادي النيوكليوس الموجوده في الفتيله. تمام. ايه اللي بيحصل؟ هيبدا، ركز في اللي في الحته اللي جايه دي، هيبدا واحد من الالكترونات ديت مع التسخين، الالكترونات كلها عامه هتكتسب طاقه وتتهيج، بس واحد منهم اكتر واحد بص هتلاقيه بدا يكتسب طاقه اكتر. هنا عشان اوريك ان هو بيكتسب طاقه، اسمح لي ان انا اطلع بس بره الباوربوينت. عايز اعمل حاجه هنا عشان اوريك بس الطاقه بتاعته، يعني بصوره زي دي كده مثلا. اشيلها بس وهرجع لك تاني، انا هرجع لك تاني عشان اوريك ازاي الالكترون اكتسب طاقه. هنا اهو بدا الالكترونات ديت تكتسب طاقه نتيجه تسخين الفتيله، هو احنا الالكترون شايفين بدا يبين يكتسب طاقه كبيره قوي وسرعته بتزيد جدا، فهيبدا بالطاقه الكبيره ديت السنتر فيوجا اللي عنده اللي هي البايندنج فورس اللي خدها تتغلب على الالكتروستاتيك فورس ويبدا يطلع بره المدار. ومش شايفين بيمشي بسرعه كبيره قوي، اول ما جه خبط في النيوكليس او عدى منها مشى بسرعه ايه؟ بطيئه. نتيجة ايه؟ نتيجة ان النيوكليس دي حاولت تاخده، حاولت تمسكه. الفرق بقى في الطاقة اللي طلع ده هو ده اللي بنسميه البريكنج راديشن او البريمير سترلونج راديشن. عشان كده تعالى بقى نرجع مع بعض نقرا كده، قال لك البريمير سترلونج راديشن او البريكنج راديشن ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لك سادن ستوبنج، انت حاولت توقف فجأة اوف هاي سبيد الكترون من الفيلمنت، خلي بالك كده، او بيحصل ايه بقى؟ بيحصل له سلو داون. امتى بيتبطأ او بيحصل سلو داون؟ لما بيعدي من جنب النيوكليوس كلوز تو او سترايك او يخبط في النيوكليوس بتاعت مين؟ بتاعت التارجت. تمام، حلو قوي. وبالمناسبه انت كل ما هتعدي من جنب النيوكليوس اقرب، كل ما هتحاول تجذبك اكتر،
كل ما هتكون فورس جذب النيوكليس ليك اكتر، لان انا شارح لك ان الالكتروستاتيك فورس بتبقى اقوى كل ما تقرب ايه من نيوكليس، وبالتالي هتحاول توقفه، هتوقف الالكترون بقوه اكبر، وبالتالي هيكسر كم اكبر من طاقته، وبالتالي الكم اللي بيخسر من طاقته هو ده الراديشن، فالراديشن هيكون اكتر. عشان كده بقول لك ذا كلوزر ذا الكترون ار تو ذا نيوكليس ذا مور they will be slow it. او كل ما يقرب من النيوكليس اكتر، النيوكليس قويه فتقوم تجذبه اكتر فتبطئه اكتر، فيقوم ساعتها ينتج كميه اكبر من الاكس راي، يعني اكتر من 70% من الاكس راي بتطلع في اللحظه دي. تمام. وكذلك نفس الشيء، كل ما يكون الالكترون جاي لك بسرعه كبيره قوي وانت تبطئه، كل ما هيفقد كميه اكبر من ايه؟ من الطاقه، فيقوم يطلع لك برضه ايه؟ اكس راي اكتر. عشان كده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان السبيد بتاعت الالكترون وال اسمه والالكتروستاتيك فورس او كل ما تقرب، يعني كل ما تبقى كلوزر للنيوكليس، العاملين دولت بيتناسبوا طرديا مع الاكس راي. كل ما تقرب اكتر من النيوكليس كل ما الاكس راي تزيد، كل ما السبيد بتاعت الالكترون تزيد كل ما الاكس راي ايه تزيد. فحط بالك النقطه دي هنا مهمه جدا 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 جدا. حلو كده، حلو قوي. الالكترون بتاعتك بقى بتعمل انتر اكت مع التارجت اتومز، خلي بالك، وتبدا تخسر ايه الانرجي بتاعتها، فلما تخسر الانرجي بتاعتها يبدا يطلع ايه الراديشن. ده اللي بسميه ايه البريمير ستيرلونج راديشن. طب بالنسبه للكاركترستيك راديشن بقى، ركز بقى في جاي، ادي الفتيله برضو، وادي المره دي، وادي التارجت، هيبدا الالكترون يطلع برضو من الفتيله. ركز بقى معايا في الحته الجايه دي بالله عليك عشان دي مهمه قوي، ركز في الحته الجايه دي عشان دي مهمه قوي، هزوم عليها شويه واخلي دي الاساسيه اهو. هيبدا الالكترون يا دكتور يطلع اهو منين؟ ويجي هنا، بص خبط في الالكترون تاني وطيره. لا تاني معلش، لا معلش، وريني اللي حصل ده تاني. بص الالكترون ايه؟ هيطلع اهو ويجي، بص خبط في الالكترون هنا، قام طير ليه؟ طير الالكترون اللي كان موجود في المدار ده. فالمدار ده بقى ايه؟ بص كده المستوى ده بقى فاضي. المستوى ده بقى ايه؟ فاضي، واصبحت المستويات التانيه البعيده هي اللي مليان، صح كده؟ فالراجل ده ايه؟ طير الكترون كان قريب ايه؟ من نيوكليس. حلو قوي، حصل اصطدام في الالكترون فعمل له ايجكت، طلعه من المدار بتاعه. فساعتها هضطر ارجع الالكترون اللي في المدار اللي بره ده واقول له معلش تعال على نفسك واتحرك، خش في المدار الايه الصغير، وفرق الطاقه ما بين الاثنين يطلع على ايه راديشن. انت عارف انك كل ما بتقرب من النيوكليوس كل ما البايندنج فورس اللي بتحتاجها بتبقى اقوى، وبالتالي الالكترون اللي جنب النيوكليوس ممسوك بقوه كبيره قوي، والالكترون اللي بعيد عن النيوكليوس ممسوك بقوه ايه قليله. فلما اقوم انا ساعتها كان معايا الكترون ممسوك بقوه مثلا سي 70 وقدرت اطيره، فحطيت مكانه الكترون تاني كان ممسوك بطاقه كام؟ 12 مثلا، يبقى اذا بقى في فرق قد ايه؟ حوالي 58 سي مثلا، اهو ال 58 الفرق ده اهو هو ده الراديشن اللي طلع بره، اللي طلع على هيك ايه؟ راديشن، الطاقه اللي انا خسرتها دي. يبقى اذا لو رجعت بقى معايا هنا بص في ايه؟ في الصوره دي هتلاقيه بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لحضرتك ان انت الكاركترستيك اكس راي تطلع ازاي؟ عندك هاي سبيد الكترون جاي من الفيلمنت، صح؟ صح. ايه اللي هيحصل بقى؟ هيعمل كراش كولايد، هيخبط مين؟ مع الكترون موجود في الاوربت بتاع حضرتك، بتاع التارجت ايه؟ تارجت ايه سيل. تمام؟ حلو قوي. الالكترون بقى بتاعك هيحصل له نوك اوت من الاوربت، يعني هيطلع خالص بره الاوربت زي ما طياره زي ما شفت كده، فبالتالي هيسيب سبيس هنا، والسبيس ده واجب ان انا ايه اقفله. فاقوم ساعتها بقى ايه السبيس ده immediately filled، هيتقفل بالكترون من الاوتر اوربت، يعني من الاوربت بره، فيخش مكانه عشان ايه؟ عشان يقفل مكانه. فلما يقفل مكانه، طب والله الالكترون اللي قدام حضرتك ده اللي طلع بره كان ممسوك ب 70، انا هجيب له الكترون ممسوك بكام؟ ب 12 بس، يبقى انا كده خسرت كام؟ 58. ال 58 دول طلع على هيئه ايه؟ على هيئه اكس اي. فقال لك الالكترون اهو، قال لك الالكترون از نوكد اوت، وبالتالي هجيب واحد تاني ايه؟ immediately من الاوتر اوربت عشان يقفله، صح؟ قال لك الالكترون بقى لما يعمل دروب للاوبن سبيس الانرجي ريليز ان فورم اوف ايه بقى؟ اكس راي. واخد بالك انت هنا؟ فدي نقطه هنا مهمه قوي. وقال لك شرط دلوقتي، مثلا انت دلوقتي عندك الالكترون ده مربوط هنا ايه؟ مربوط بالنيوكليوس، صح؟ فالالكتروستاتيك فورس اللي ماسكه هنا قويه جدا، قول مثلا سي 100، فانت عايز بايندنج فورس اقوى من ال 100، لان احنا قايلين البايندنج فورس دي الانرجي اللي انت عايز تديها الالكترون عشان يطلع بره الايه؟ المدار بتاعه. فانت حضرتك كده بالصلاه على النبي عايز بايندنج فورس اقوى من كام؟ اقوى من 100. عشان كده بقول لك ان السبيد بتاعه الالكترون اللي هيجي يخبط فيها عشان يطلعه اللي هو اللي جاي من الفتيله لازم تكون اقوى من البايندنج فورس عشان تقدر تطلع الايه الالكترون بره. بحط النقطه دي، النقطه دي في بالك، دي مهمه قوي قوي. وساعتها بقى هيبقى الالكترون اللي كان جاي من بره وخبط، والالكترون اللي انا طلعته من الاوربت الاثنين هيطلع بره ايه؟ بره الذره. وده اللي بنسميه كاركترستيك ايه؟ راديشن. تعال نبص عليه تاني اهو، الالكترون هيطلع بره يخبط في الالكترون ده، ده يطير. انا بص ارجع تاني، هنا كان في كام الكترون؟ ثلاثه هنا اهو. تمام، هيجي لك الكترون بص كده يخبط في اخوه ده،
فلقيته هنا طار، ده طار وده ايه؟ وده طار، ففاضل لها بس هنا ايه؟ الكترونين بس. فساعتها اللي في الاوتر شيل ده غصب عنه لازم يقفل الايه؟ السبيس الاوبن سبيس ده، فتطلع فرق انرجي على ايه؟ راديشن. كلام جميل؟ كلام جميل، دي نقطة هنا مهمة جدا جدا جدا. هيقول لك بقى ايه؟ ان الكاركترستيك اكس راي بيكون لها انرجي، خلي بالك. دي مهمة يعني، الكاركترستيك بيكون لها انرجي، ودي بتكون بقى كاركترستيك للتارجت ماتيريال. طب ازاي بقى يا دكتور؟ عشان ابقى بس فاهم ايه؟ معاك الكلام. ان الكاركترستيك اكس راي دي بتبقى عباره عن انرجي، فرق الانرجي ما بين البايندينج فورس ما بين الالكترون اللي كان في الاوربت اللي قريب من النيوكليس والالكترون اللي كان بره اللي هيخش مكانه لما هو يطلع، تمام؟ يعني بقول لك مثلا مثال في الكيشن اللي هو اول مستوى جنب الايه؟ النيوكليس. هنا بيقول لك بقى ايه؟ في الكيشن الالكترون بتاعك لما يطلع للال شيل مثلا، والال شيل يدخل مكانه يعني، الانرجي في الاكس راي بتاعتهم هتبقى هتساوي ايه؟ هتساوي الفرق الديفرنس ما بين البايندنج فورس ما بين الالكترون اللي في الكي والالكترون اللي في ال. زي ما قلت لك انا مثلا يعني كاركترستيك راديشن مثلا 58، ليه؟ اصل الكي شيل مثلا 70 اللي هو كيلو بايه؟ كيلو فولتش بي، تمام؟ وعندك هنا ايه؟ وعندك ال شيل 12، فالفرق بينهم كام؟ 58. يبقى 58 دي هي دي الكاركترستيك اكس راي اللي طلعت ايه؟ اللي طلعت من التنجستن تارجت، وهكذا، تمام كده؟ دي نقطه ايه؟ حطها في بالك. طيب الاكس راي برودكشن الدكاتره عايز اقول لك بقى من اللي حصل ده كله، انت عارف يعني من الانتر اكشن بتاع الالكترونز، 1% بس هو اللي بيطلع لك الاكس راي، و99% من الانتر اكشن تعمل لك حراره. عشان كده انت بينتج عندك حراره كتير جدا جوه جهاز اكس راي، وعشان اتحكم فيها بعمل تلاجه. اول حاجه انا بستخدم التنجستر، لان التنجستر عنده فيري هاي ميلتنج بوينت توصل 3000 وحاجه، فبالتالي ما يتاثرش بدرجه حراره عاليه قوي. تاني حاجه لازم يكون التارجت بتاعك وحواليه ميتال، الاثنين يكونوا جود كوندكتور للهيت، يوصلوا حراره. ليه؟ عشان التارجت يوصل حراره للكبر، فالكبر ياخد منه الحراره فيبرده شويه، يبقى لازم يكون كوندكتيف هيت بروبرتيز للكبر بتاعك، تمام؟ كذلك لازم تعمل كولينج، كولينج عن طريق تحط الاويل، الاويل اللي حضرتك حاطه ده بيعمل ايه؟ بيعمل كولينج كويس جدا وبيمتص الحراره، فيبرد الكبر ويبرد الايه؟ التارجت زي ما وضحنا قبل كده. طب لحد دلوقتي الدنيا جميله الحمد لله ولذيذه. طيب نيجي بقى في الانتر اكشن بتاع الايه؟ بتاع الاكس راي. الاكس راي ليها حاجه من ثلاثه، يا اما تعدي خالص من غير اي انتر اكشن، يعني ايه؟ يعني الفوتونز بتاعتك تعدي من البيشنت وزود اني انتر اكشن تماما، يعني بص هنا كده الاكس راي قامت جايه معديه اهو عادي من غير اي انتر اكشن خالص، مفيش اي مشكله، تمام؟ يا اما يحصل لها ابزوربشن، يحصل لها ايه تاني؟ ابزوربشن، ده بنسميه فوتو الكتريك ابزوربشن. يعني ايه يا دكتور فوتو الكتريك ابزوربشن؟ مش فاهم. قال لك الاكس راي تبقى كلها متصف عن طريق المريض، المريض يعمل لها ايه؟ ابزوربشن كلها. فايه اللي بيحصل هنا؟ بص في الصوره اللي جايه دي كده، هيجي لك الاكس راي من بره فيخبط الكترون من هنا فيطير الالكترون بالبايندنج فورس، ما تمتصتها واخد بالك، فحصل هنا ايه؟ ايونايزيشن للذره، مش انت طلعت الالكترون خلاص فذات حضرتك ايه؟ لا يعني موجب. يبقى اذا ايه اللي حصل؟ الاكس راي بتاعت حضرتك جت خبطت في الالكترون، فالالكترون امتص كل الطاقه دي كبايندنج فورس وطلع بره. يبقى اذا انت عملت لها كام ايه؟ ابزوربشن، والذره حصل لها ايه؟ ايونيزيشن. ده اللي بنسميه ايه بقى؟ قال لك ده اللي بنسميه الفوتو الكتريك ابزوربشن. قال لك البروسيس اوف ايونيزيشن، الانر شيل الكترون، الكترون من جوه حصل له اوجكتد عن طريق ايه؟ ان هو امتص الاكس راي دي وطلع بره. طيب السكاترنج بقى، انا عندي نوعين من السكاترنج، حلو؟ عندي كام نوع من السكاترنج؟ عندي نوعين من السكاترنج، في حاجه بنسميها الكوانتم سكاترنج، في حاجه بنسميها الكوهيرنت سكاترنج. نبتدي الاول بالكوانتم سكاترنج. يعني ايه الاول كلمه كوانتم سكاترنج؟ بص الاكس راي هتجيلك، ركز بقى معايا، وهتخبط لك في الكترون في الاوتر شيل وتطلعه لك بره خالص. طب ثانيه كده، والباقي الاكس راي تطلع على هيئه سكاتر اللي هي مش اكس راي قويه، ما استفدتش منه حاجه. لا تاني تاني تاني، بص كده هتلاقي ايه؟ الاكس راي جت خبطت فين؟ في الاوتر الكترون شيل طلع ومشيت هي على هيئه ايه؟ على هيئه سكاتر اكس راي خلاص. طب سؤال بقى، ما فيش هنا بقى واحد يطلع مكانه؟ لا والله، ده لو تحت واحد ينزل مكانه فيحصل فرق في الطاقه فيطلع لك عينه اكس راي، انما واحد بره انا عامل ايه؟ خلاص. فاذا دي حصل لها سكاترنج، خلاص الاكس راي اللي قدامي دي حصل لها سكاترنج. يبقى الكوانتم سكاترنج عشان تبقى عارف بس سوري ايه الكوانتم سكاترنج؟ قال لك اجمع هنا الاكس راي تبقى سكاترد عن طريق بقى بامبنج، تزق تزيح تطير الاوتر شيل الكترون، حلو كده؟ قال لك هنا بقى الكوانتم هو سكاترنج، قال لك الاوتر شيل الكترون ايجكت طلع بره، حصل ايونيزيشن، تمام؟ وهي طلعت على ايه؟ على هيئه اكس راي ايه؟ على هيئه اكس راي سكاتر. طب في بقى حاجه اسمها الكوهيرنت. اه يعني ايه كلمه كوهيرنت بقى؟ قال لك ركز معايا في الحته اللي جايه دي، عشان دي هنا اول حاجه الاكس راي اللي جايه لي هي لو انرجي. اكرر تاني، الاكس اللي جايه لي دي مش هاي ايه؟ مش هاي انرجي، لا امال ايه؟ دي لو انرجي، تمام؟ حلو قوي. اللو انرجي ان اكس راي هتيجي تخبط في الالكترون ده اهو، لا ثانيه سوري،
سوري اه هتيجي لو انرجي اكس راي، تيجي تخبط في الالكترون ده تمام، هتعمله فايبريشن بس مش هتحرك مكانه خالص خالص تاني، يعني خبط فيه ايه وما اتحركش مكانه. يعني هل حصل ايونايزيشن؟ لا ما حصلش ايونايزيشن. اكرر تاني، هل حصل ايونايزيشن؟ لا ما حصلش ايونايزيشن. فقال لك هنا لو انرجي ايه الكترون. ايه اللي حصل؟ اللي حصل والله ان هو جت خبطت، سو اس لو انرجي اكس راي جت خبط في الالكترون فهزته، بس ستيل فين؟ في مداره، فبالتالي ما طلعش فما حصلش ايه ايونايزيشن. تمام، يبقى كده نكون انا خلصت ايه الاسكاترينج. كلام جميل. طيب تعالى بقى في اللي بعد كده، اللي بنسميها ايه بقى، اللي بنسميها الراديشن كاركترستيك. ده العنوان بتاع المحاضره الجديده بتاع الدكتوره منى المليجي، واللي هي هتشرحه بالتفصيل. طبعا هنا الكوانتيتي فيه تفاصيل كتير قوي الدكتوره مش كاتباها هنا، والدنسيتي فيه تفاصيل كتير مش كاتباها هنا، والكونتراست، فبالتالي دي محاضره ثانيه لوحدها. فالافضل ان انا هستنى محاضره بكره، عشان لو اتشرحت تاني يبقى اذا تتشرح محاضره بكره ومش لازم تذاكرها من هنا، خلاص هتبقى في محاضره بكره. تمام، اللي هي الراديشن كاركترستيك دي افضل من ايه، من الراديشن اللي انا اشرحها دلوقتي مع الراديشن فيزكس. هنا بقول اخر 10 دقايق اهو، الدكتوره اتكلمت بشكل مبسط عن شويه عناوين في المحاضره الجايه، وده هتكون موجوده في ورقه المحاضره الثانيه بطريقه مفصله، فالكلام ده مقتطفات من المحاضره. فبالتالي عشان ما اضيعش عليك وازود لك ايه، ازود عليك واحنا في البدايه، فانا من رايي ان انا استنى لحد ما الدكتوره تشرح بكره. والله لو ما شرحتهمش يبقى خير وبركه، هشرحهم انا من هنا مع المحاضره الثانيه. طب لو شرحتهم يبقى خلاص دولت هنا ما لهمش ايه، ما لهمش لازمه. وفي الاخير نسال الله التوفيق، ان كان في خطا فده مني، وان كان في توفيق فمن الله عز وجل، والحمد لله على كل حال، وربنا يكرمك.